كثير القضايا اللي تصير بمجتمعنا بعضها منسي، اقعد انت قاعد في بيت الامه، بعضها اجتماعي، تعال شوف الاريكه في المدارس، بعضها يمس الاجيال القادمه، وبعضها مسكوت عنه. لكن الاكيد انها كلها قضايانا ندري عنها وساعات نتحاشى نتطرق لها. اما بعد خلونا نفتح الملفات ونتناقش فيها. كل يوم خميس الساعه 10 بالليل.